صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبه كل اثنين، أول يوم في هذا الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل وأسبوع إيجابي. طبعا ندعو لأبناء الطلبة لتبتدي امتحاناتهم بهذا الأسبوع بالتوفيق والنجاح، ولا يتوترون، إن شاء الله أمور طيبة. مرات واحد يحس وسار الامتحان نسى كل شيء ذاكره، بس المعلومات تكون موجودة ووقت الحاجة إليها ترجع. أهم شيء تستودعون الله معلوماتكم وجهودكم ودراستكم، ودائما الاستعداد للامتحان يكون تدريجيا طول السنة، ما يكون ليلة الامتحان. بالعكس، ليلة الامتحان تكون أنت مثل يقولون ريلاكس أكثر، لو أنت محضر بشكل يومي، يعني تراجع دروسك بشكل يومي، فاهم المادة بشكل جيد، خلاص ليلة الامتحان ما يكون عندك هالمراجعة الكبيرة. هذه رسالة للأمهات، أنه خفوا على الطلبة، لا تتوترون عشان هم ما يتوترون. ترى نظام الدراسة الحين غير عن نظام دراستنا وإحنا كنا صغار، يعني المعلومات يعني صارت توصل للطالب بطريقة مختلفة، وما شاء الله ما شاء الله عيالنا أذكياء وشطار في الأتحات يعني. بس أنتوا أهم شيء أمهات ريلاكس، اشربوا شاي بابونج. صباحكم خير وصباحكم جميل إن شاء الله من برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:06 إلى قريب الساعة 11. نطرح فيها كافة المواضيع الطبية اللي تهمكم، ونستقبل فيه الضيوف المميزين اللي يناقشون المواضيع الصحية اللي أنتوا تتريونها واللي أنتوا تقترحونها. ودائما نقول أنتوا تقترحونها، أكيد يتم ذلك عن طريق التواصل معنا على أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما في صحة وسعادة، فقرات برنامجنا تبتدي دائما بخبر محلي أو عالمي، وبعدين يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا، وبعد الفاصل تكون عندنا الفقرة المحببة لدى الجميع ألا وهي فقرة التغذية. اليوم بيكون موضوعها المشروبات والأطعمة الصيفية، الفوائد والأضرار. طبعا الصيف متميز ما شاء الله ما شاء الله بالفواكه الجميلة والأطعمة المميزة اللي تطلع بس في الصيف، وحتى أمهاتنا دائما في الصيف في أكلات معينة يقولون أفضل ما ناكلها على قولتهم حارة على الجسم، من المعتقدات أنه مثل البيض يكون حار على الجسم. حتى الديايت تلاقون دائما في الصيف الأمهات يتوجهون نحو العيش الأبيض والسمك والخضروات أكثر، يقولك لأنه هو أبرد على الجسم، وتناول الروب الزبادي أو الروب لأنه أيضا مبرد على الجسم. الفقرة الأخيرة بتكون عن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. لو تلاحظون احنا ناقشنا قبل موضوع الأطفال شوي يكون حركيين من غير ما يكون عندهم مشكلة فرط النشاط، اليوم نتكلم عن وجود مشكلة فرط النشاط وقلة الانتباه لدى الأطفال. خلينا نروح للدراسة. الدراسة تقول، دراسة تخوف اليوم، قضاء الكثير من الوقت على هاتفك يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على عمرك الافتراضي. أتوقع بيقولون نقص العمر. قال العلماء أن قضاء الكثير من الوقت في تصفح الهاتف قد يؤثر بشكل مباشر على حياتنا، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يحذر فيها العلماء من الأضرار المحتملة لهذه الممارسة إلا وهي تصفح الهاتف بشكل مستمر، إلا أن معظمنا يستمر في قضاء وقت طويل أمام الشاشات. تشير الدراسات الاستقصائية المروعة، هم كاتبين مروعة، إلى أن البالغين العاديين سيقضون ما يعادل 34 عاما من حياتهم في التحديق في الشاشات. يعني جمعوا الساعات اللي الشخص يقضيها كل يوم، توصل إلى 34 عاما من حياتنا نقضيها في التحديق في الشاشات. وبحثت أحدث دراسة في كيفية مساهمة، أحيانا الدراسة تقول كيف تعرض العينين للضوء اللي طالع من التليفون يأثر في عمر الشخص. أحيانا هي دراسة. المؤلف الرئيسي في الدراسة الدكتور براين هوج في معهد باك لأبحاث الشيخوخة، شو قال؟ قال لقد كانت مفاجأة للباحثين أن العين يمكن أن تنظم بشكل مباشر العمر الافتراضي للشخص. ويكمن الاتصال في إيقاعات الساعة البيولوجية، ساعتنا البيولوجية اللي تقولنا مثلا الحين وقت النوم، الحين وقت النشة من النوم أو نصحى من النوم، وقت الأكل، هاي كلها ساعة بيولوجية موجودة عندنا. فهذا الاتصال إن العين اللي تنظر إلى الهاتف يكون اتصالها بالساعة البيولوجية في الجسم.
طبعا الساعة البيولوجية تنظم وظائف الجسم، تتكيف مع الضوء، تتكيف مع درجة الحرارة، مع شروق الشمس ومع غروبها. وعشان كذي دائما نقول لما ننام لازم نطفي كل الأنوار، عشان الساعة العين لما تشوف الإضاءة تنقل للساعة البيولوجية مالتنا ان الحين خلاص ليل وقت النوم، لان ظلام مو وقت شروق شمس، مو بوقت نهار، فيساعدنا على النوم. اعتمادا على ضوء النهار تتحكم الساعة البيولوجية مالتنا في الهرمونات لتجعلنا نشعر بالنعاس او جائعين او نستيقظ من النوم. وجد العلماء ان التعرض المفرط للضوء للعيون هو من الهاتف قد يعطل إيقاع الساعة البيولوجية، مما يسبب مشاكل للصحة ويؤثر على العمر الافتراضي للشخص. أتوقع في صحة وسعادة وايد قلنا عن موضوع لما ننام لازم الهاتف ما يكون جنب السرير، على الطاولة بجانب السرير، لأن أي إضاءة تطلع من الهاتف بسبب وجود تنبيهات، إحنا كنا نخلي الهاتف صامت بحيث ما في تنبيهات إشعارات الرسائل وغيرها، لكن حتى الإضاءة تنعكس على العين، وقد تعتقد العين يعني أن الحين خلاص نهار خلص الليل، فتنقل الرسالة للساعة البيولوجية أن حان موعد الاستيقاظ، فيستوي هذا عدم انتظام في النوم. فأحد الأسئلة اللي نحن نسألها للناس اللي يشتكون من عدم انتظام النوم، يعني يقول أنا دكتور أنام، يعني أنام عادي في الليل، أبتدي النوم في الليل لكن أنش أكثر من مرة. واحدة من الأشياء نسألها هل تنام في غرفة معتمة أم لا، وهل يوجد أي جهاز لوحي أو هاتف بجانبك، عشان هذه الإشعارات أو إضاءة الشاشة ممكن أن تنتقل عبر العين حتى والعين مسكرة إلى الساعة البيولوجية، يعني الجسم ده يهيئ نفسه أن حان موعد الاستيقاظ. فطبعا احنا دائما ننصح أن ساعتين قبل النوم يجب أن نبتعد عن الأجهزة الإلكترونية وعن شاشات التليفون أو الآيباد أو أي جهاز عندنا، حتى تتأقلم العين تدريجيا أن حان موعد النوم، والساعة البيولوجية تتأقلم أن قريب وقت النوم، خصوصا الناس اللي يعانون من مشاكل في النوم. ما شاء الله في ناس عادي يعني التليفون شغال، شغلين فيلم أو أيا كان وعادي عندهم ينامون، لكن نتكلم بشكل عام الناس اللي لها عندها مشاكل في النوم يجب أن تحرص أن تنتبه للأشياء البسيطة. الأشعة اللي طالع من التليفون قد يؤثر على ساعتك البيولوجية، وطبعا إذا ما حصلت على قسط كافي من النوم أو جودة عالية من النوم ما رح يطول في عمرك، لأن يجب أن نحصل على جودة عالية وقص كافي من النوم. أنا وايد طولت اليوم، خذ من فقرة أسماء الجناحي بتقولنا عن جديد السوشيال ميديا. صباحك وردي يا أسماء، وأنا آسفة جدا، خذ أعتقد 3 دقائق من الفقرة مالتك. لا عادي دكتورة، صبحكم الله بالنور سرور، صباح الاثنين اللي يحبونا كل اثنين. حياك الله يا أسماء، وخبرينا ما هو جديد السوشيال ميديا. اللي من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها على التواصل الاجتماعي ونحب نأكد عليها، أول شيء خدمة تطبيق التقارير الطبية وكيف ممكن الإنسان ممكن يستخدمها، الخدمة موجودة والرابط موجود. هذه من الخدمات نحن نحب نأكد عليها، خصوصا أن حاليا مركز المتعاملين خاص التنظيم الصحي هو حاليا ينتقل لموقع جديد، وراح نحط الموقع وتفاصيل موقع جديد إن شاء الله، لكن نحن ننصح الأشخاص أن يستخدمون المواقع أو الخدمات الإلكترونية، من ضمنها تطبيق التقارير الطبية هي من الخدمات اللي عليها طلب عالي، لذلك نحن نقول لكم أن ممكن يسوونها أونلاين، وموجود تفاصيل الخدمة في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نذكر فيها المجتمع والجمهور أن مؤتمر دبي الدولي للتغذية راح يكون في شهر نوفمبر القادم من تاريخ 17 حتى تاريخ 19، وراح نحط إن شاء الله رابط. حاليا التسجيل مو مفتوح، لكن أول ما يفتحون التسجيل راح نحطه في قنوات التواصل الاجتماعي، وراح أيضا نقوله بالإذاعة حسب الناس تسجل. يعني مؤتمر دبي الدولي للتغذية من المؤتمرات اللي وايد عليها إقبال وطلب، ودائما الأشخاص يكلموننا إن أو يسألوننا عن تاريخ بدء المؤتمر، لأنه يتكلم من ناحية التغذية العلاجية والرياضية، يعني من ناحية مثل ما يقولون 360. صحيح صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي هو الدليل الإرشادي التوعوي الإرشادي الخاص بجدر المقردة، موجود في قنواتنا، ونحن اليوم أيضا بنرجع نحطه في خاصية الستوري، وموجود في الانستغرام، وموجود في تويتر وفيسبوك، وأيضا موجود في الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بالدبي. الدليل يتكلم بشكل عام عن المرض، شو هو المرض، الفرق بينه وبين جدري الماي العادي اللي نحن نعرفه تشيكن بوكس،
إذا كان واحد مصاب شو الأشياء، شو رحلة المتعامل اللي راح تكون، شو الأشياء اللي المفروض يسويها، إذا كان مخالط شو الأشياء اللي لازم يسويها، شو الأرقام الاتصال اللي هو يقدر يتصل عشان ياخذ المزيد من الاستفسارات، أو عشان إذا كان واحد مصاب أو شاك وين يتصل وين يروح. كل هالأشياء موجودة في الدليل التوعوي والإرشادي اللي موجود في الموقع وتويتر، واليوم راح نحطه مرة ثانية في خاصية الستوري للي ما شاف الستوري خلال الأيام السابقة، راح نرجع نحطه مرة ثانية. الدليل يتكلم بشكل عام عن كل الأشياء اللي هم يحتاجونها. أيضا نحن دائما نأكد ونذكر إن في حال وجود أي استفسارات من يعني غير موجودة لا في الدليل ولا في النشرات اللي نحن نحطها، نتمنى منهم أن يتواصلون معنا، يصلون أسئلتهم سواء على الخاص أو على النشرات الخاصة بجزر القردة، ونحن راح ناخذ كل أسئلتهم نحولهم على فرق الصحة العامة الموجودة عندنا أو فريق الصحة العامة، وراح يوفروا لهم الأجوبة، وراح نتم يعني راح نحدث الملف، وأيضا راح نحدث ونحطها في قنوات التواصل الاجتماعي. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوما إن شاء الله بالصحة وسعادة. فهذه نصيحة أنكم تتابعون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي، عشان تكونون على علم بكافة المعلومات الجديدة مثل ما قالت أسماء بخصوص موضوع جدري القردة. رح نطلع إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بتكون عندنا فقرة التغذية عن المشروبات والأطعمة الصيفية، الفوائد والأضرار، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل، المشروبات والأطعمة الصيفية مثلها مثل أغذية الفصول الأخرى لها أهمية قصوى في حياتنا، كما أن لها فوائد ولها أضرار، كل شيء يزيد عن حد أكيد بيضرنا، وهو ما ستحدثنا عنه ضيفة برنامجنا الأستاذة عليا الدخان، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة عليا. صباح النور، يا هلا، أهلا فيك في صحة وسعادة. أهلين أستاذة عليا. نتكلم أولا عن قائمة المشروبات والأطعمة المهمة في فصل الصيف. طبعا في البداية مثل ما ذكرتي دكتورة، في فصل الصيف في بعض المشروبات لازم نركز عليها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة استهلاكنا للماء اللي احنا متعودين عليه لازم يبدأ تدريجيا يزيد، فدائما نركز ان ناخذ كمية كافية من الماء خلال هالفصل. وإذا كان الشخص يمارس أيضا الرياضة، خاصة مثل رياضة المشي أو الرياضات الثانية اللي تكون برا مثلا في الحدائق أو في الأماكن المفتوحة، فنركز بعد على زيادة شرب الماء عن المعتاد، خاصة في الأيام اللي مارس فيها رياضة، لأن مع التعرض مع درجة حرارة عالية الشخص ممكن يفقد أملاح، يفقد سوائل، ويبدأ يعني ممكن يتعرض لمشاكل الجفاف. بشكل عام نحرص على يعني استهلاك الماء بين 2 لتر إلى 3 لتر يوميا، ممكن يختلف الاستهلاك على حسب وزن الجسم، ففي يعني عملية حسابية بسيطة ممكن الشخص يستخدمها ويعرف احتياجه من الماء. ناخذ وزن الجسم الحالي نضربه في 30، بنحصل العدد الـ ML أو الملي من الماء اللي نحتاجه يوميا، هذا الاحتياج الأساسي. يعني مثلا شخص وزنه 60 يضرب 60 في 30 بيطلع لنا كم ملي من الماء. نقدر نحن بعد نزيد عليهم 500 ملي أو مثلا علبة واحدة من الماء إذا هذا اليوم طبعا مارسنا في رياضة خارجية. غير عن الماء طبعا نقدر احنا نركز على المشروبات الصحية اللي هي تكون من العصائر الطبيعية، عصائر الفواكه، عصائر الخضار، نبدأ ندخل الخضار مع عصائر الفواكه طبعا لنزيد القيمة الغذائية، ونكون احنا بعد استخدمنا الفوائد اللي في الخضار من دون استهلاك السكريات العالية اللي تكون معروفة في الفواكه. فنخلط بين الفواكه والخضار في العصائر الطبيعية. نقدر بعد نستبدل المشروبات الغازية بالماء الغازي أو السباركلينج ووتر، نقدر ننكهها بأي نكهات نحن نحبها، مثلا ممكن نحط فيها ليمون، ممكن نضيف عليه النعناع، ممكن نضيف عليه مثلا كمية بسيطة من العصير الطبيعي، عصير التوت أو أي نوع من العصائر الجاهزة ممكن ننكه فيها الماء، فبيكون عندنا مشروب بارد وفي نفس الوقت صحي لأنه قليل بالسعرات الحرارية وقليل بالسكر. ممتاز. بخصوص تنكيه المياه، يعني وايد
الناس حتختلف الكميه المفروض، يعني تفضل تحط مثلا يقول ليمون، تترسل ليمون يقول لك عشان يساعد على الضعف. بس اذا اخذنا من وجهه نظر اخصائي التغذيه، شو افضل طريقه لتنكيه المياه؟ والسؤال بعد دائما يتكرر، هل ممكن مثلا انا لو شربت الماء كامل هل لازم تنفر هذه الفواكه، ولا انا اقدر ارد اعبيه مره ثانيه ماء، ولا لازم تكون فواكه فريش مع كل تعبئه لعلبه الماء؟ هو نقدر اذا نستخدم الليمون ممكن نعصر الليمون يعني، بس للنكهه ما تكون طبعا كميه كبيره من الليمون، على حسب مقدار الماي اللي احنا نسوي. مثلا اذا جيك كبير مثلا لتر من الماي تحطين فيها نص ليمونه او ليمونه مثلا، نعصر نص ونقطع شرايح النص الثاني. الشرايح الليمون لما نحطها في الماي اوريدي في زيوت تكون على القشر، قشر الليمون يكون في زيوت الليمون صحيح. نفسها فهذه كلها تعتبر مضادات اكسده. سالفه الضعف او تنزيل الوزن مو بالضروره يحرق لنا الدهون، لكن اذا انت حطيتي نكهه في الماي لا اراديا بتستهلكين زياده من الماي. صحيح. فهذا يساعد على يعني كثره شرب الماي تساعد على الشبع، بالتالي بتقلل عندنا السناكس او الوجبات الخفيفه اللي نحن ناخذها بين الوجبات اللي ممكن تكون عاليه بالسعرات، شوكليت او بسكوت او حلويات. فمن هالمنظور ممكن نقول الماي اللي بالليمون او الماي المنكه ممكن يساعد في تنزيل الوزن، لكن كليمون نفسه ما بيحرق لنا الدهون، بس هو غني بالفيتامين سي، فيه مضادات اكسده مثل ما قلنا، يكون بديل للعصير اللي بيخفف استهلاك العصائر. ممكن النكهات تكفي، ممكن عصائر الجاهزه مثلا عندك عصير البرتقال الجاهز، لو حطينا ربع الجلاس من العصير والباقي ماي غازي يعطينا نكهه خفيفه يعني للماي، فمو بالضروره نقطع الفواكه، ممكن حتى العصير الجاهز نحطه ونزيد عليه السباركلينج ووتر. بعد احب اذكر باللبن، اللبن وماي جوز الهند يعتبرون من المشروبات الممتازه في يعني ترويه الجسم واعاده المعادن، خاصه اذا نفقد المعادن مع التعرق مع الرياضه. اللبن والماي جوز الهند يعني يمنع طبعا الجفاف، فممكن احنا ندخلهم من ضمن المشروبات الصيفيه. ونقطة ثانية أحب أن بعد أنبه في تقليل الكافيين، يعني المشروبات العالية بالكافيين مثل الشاي والقهوة نخفف استهلاكها، إذا حبينا نشربها حاول نشرب كاس ماي بعد ما نشرب كاس القهوة، لأن الكافيين من مدرات البول فيساعد على أن احنا نتخلص من الماي، فممكن يسبب لنا جفاف. صحيح. بخصوص النقطة مهمة أنت ذكرتيها اللي هو السباركلينج ووتر أو الماي اللي يكون فيه، على قولت بعض الناس الماي فيه غازات اللي ما يكون، هل هو صحي ونقدر فعلا نستهلك منه؟ وهل نقدر نستعيض على الماء العادي ولا لا لازم نشرب الماء العادي؟ والماء اللي فيه غازات يعني نعامله معاملة المشروبات الغازية؟ هو طبعا الماء اللي تشترينه جاهز من دون نكهات يعتبر ما في أي مشاكل، لأن ماء من دون أي إضافات نكهات أو سكر. ممكن تلاحظين في الأسواق يبيعون لك ماء سباركلينج أوريدي منكه، إذا قرينا على المكونات بتلاحظين في مواد يعني مصنعة، نكهات صناعية فيها سكر، فأنا دائما أفضل أن نشتري الماء الغازي الخالي البلين، ونحن نضيف عليه الفواكه الطازجة، نضيف عليه عصير فريش تونا عصرين مثلا برتقال أو عصرة ليمون، بشكل نكون نحن استفدنا يعني، وهو يعتبر بديل جدا حلو للمشروبات الغازية للناس اللي متعودة على المشروبات الغازية. فبالعكس الماي يعتبر صحي وممتاز ما عليه مشاكل، بس ناخذ الماي الخالي البلين مش اللي في نكهات الجاهزة. ممتاز. لو نعطي نصايح عامة للناس بخصوص التركيز على بعض الأطعمة خلينا تقول تساعدنا ان احنا نعوض فقدان السوائل في الصيف، وفي نفس الوقت ما تزيد الوزن او ما ترفع عندهم معدل السكر. طبعا الصيف يعني مأوية الصيف فينا الخيرات، خيرات الفواكه الصيفية الحلوة، فدائما اشجع الناس ان ناكل الفواكه والخضار على الموسم، دائما الشيء يوم يكون في موسمه يكون احلى ويكون فائدته افضل، يعني حتى كقيمه غذائيه للفواكه لما تكون على موسمها تكون القيمه الغذائيه اعلى. طبعا الفواكه معروفه في الصيف بانواعها مختلفه، نحاول احنا ننوع في الفواكه. طبعا الفواكه تعتبر مصدر جدا مهم للفيتامينات، للمعادن، للالياف، لمضادات الاكسده، فكلها تعتبر قيمه غذائيه عاليه. طبعا من الفيتامينات العاليه اللي نقدر نحصلها في الفواكه اللي هي فيتامين سي، فيتامين الف، فيتامين ها، الفيتامين اي واي. الفواكه بعد فيها نسبه كبيره من الماء، فبعد تساعد في انها تروي الجسم وتعوضنا من السوائل. من هاي الفواكه عندنا اللي هي البطيخ، البطيخ فيه تقريبا 92% من محتواه ماء. عندنا الشمام،
نفس الشيء 90% من محتواه ماي. عندنا الحمضيات مثل الجريب فروت والبرتقال بين 90-80% من المحتوى ماي. فعشان نكون ناخذ فاكهة ناخذ فيتامينات في نفس الوقت يرطب الجسم ويعوض السوائل. عندنا بعد الفراولة مرتفعة بالنسبة الماي. من الخضار الجزر، الخيار، الكوسة، الطماطم، السلري. طب شيك أنت أقول في النقطة الأولى أن نحن حلو ندخل الخضار والفواكه في العصائر لأن محتواها للماي عالي، فيروي الجسم وفي نفس الوقت ناخذ الفيتامينات والمعادن. ممتاز. ما ننسى الرطب. الرطب نعم، القيض جاي مع الرطب. كنت بنسى الرطب. الرطب طبعا هذا ملك الفواكه الصيفية. صح. والرطب ممتاز، غني أيضا بالألياف. ونحاول أن نحن ناخذ الكميات معتدلة من الرطب خاصة مرضى السكر. نحاول أن نوزع الرطب كل 3 حبات تعتبر سناك، وجبة خفيفة واحدة. يعني ممكن مرتين في اليوم إذا يحبون يأخذون 3 حبات في على الضحى، ممكن على العصر بعد 3 حبات من الرطب. أفضل أن احنا ننوع بين الرطب والفواكه، بس طبعا يوم يكون موسم الرطب يفضل كل حد يفضل الرطب عن الفواكه الثانية، فممكن احنا في هاي الفترة أن ناخذ الرطب بديل عن الفاكهة، بس التنوع طبعا دائما مهم. أكيد، والرطب طبعا معروف غناء بالبوتاسيوم والألياف وهايك في معادن مفيدة. لكن مثل ما قالت أخصائية التغذية أستاذة عليا، ما نكثر هذه سلة الرطب. الحين ما شاء الله تلاقي سلالها تدور من بيت لبيت، سلة كبيرة ما شاء الله راهية، الرطب حتى يطيح منها ما شاء الله من كثر ما فيها رطب، ودلة القهوة والسوالف خلاص. صح، هذا هو. ما تحسون نعم. أحسن عن الحلويات أن الواحد يأخذ الرطب مع القهوة، بس مثل ما قلنا يعني كقيمة غذائية مفيد جدا، يعني فيه فوائد. لكن خاصة مرضى السكر 3 فردات تمر ممكن نضيف فيهم مكسرات، لأن دائما السكريات يوم ناخذها مع دهون أو ناخذها مع بروتين تخفف ارتفاع السكر. صحيح. في الدم، فدائما نشبك يعني ناخذ الروب مع الرطب أو التمر، ناخذ المكسرات مع الرطب والتمر، نكون ضفنا دهون أو ضفنا بروتين نخلي امتصاص السكر أبطأ في الدم، فنخلط بين الأشياء. ما ناخذ الرطب بروحه، وبالطبع السلة يعني تكون افيلبل أو موجودة قدام الشخص ياكل أكثر، فأنا دائما أفضل أن الحين نخليها في صحون صغيرة، يعني مع القهوة نحطها في صالة تكون صحن كافية، كمية بسيطة ما تكون الكميات عودة. ممتاز. أنا شاكرة لك أستاذة علي الدخان اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بتبين مداخلتك معنا اليوم بخصوص المشروبات والأطعمة الصيفية، الفوائد والأضرار. شكرا لك ونهارك سعيد. العفو، حياك الله. شكرا. مثل ما قالت أستاذة عليا عن فواكه الصيف، أكلات الصيف ما شاء الله، طبعا مثل ما قالت الرطب، طبعا الحين تلاقون السوشيال ميديا كلها عبارة عن صور سلال الرطب ناكل. احنا دائما نقول احنا ما نقول الناس لا تاكلون، لكن لازم نحاسب من تناول كميات بشكل غير مدروس، سواء انت مريض سكر او مش مريض سكر، في الحالتين لازم ان احنا نحاسب على كمية الاكل اللي احنا نستهلكها، خصوصا الرطب. صحيح انه مفيد جدا، الياف، معادن، بوتاسيوم، فيتامينات، لكن ايضا يحتوي على عامل السكر. ما شاء الله كبار المواطنين دائما لما يجون العياده يقولون دكتور بس السكر في الرطب صحي. نعم صحي، بس ضمن يعني الكميه الموصى بها، لو زاد عن حده بيرفع لك السكر في الدم، فتستدخل في مشاكل انت في غنى عنها. دائما دائما ناخذ ضمن الكميات الموصى بها، يعني ممكن نبحبح شوي بين فتره وفتره، لكن مو كل يوم. راح نروح ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل بتكون عندنا فقره اتوقع كثير من الامهات مهتمات فيها، الا وهي فقره اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. بتكون عندنا دكتوره حنان دربي استشاري طب نفسي الاطفال والمراهقين بمستشفى الجليله التخصصي. تواصلوا معنا عن طريق الرسائل النصيه على 4006 او عن طريق الاتصال على 600551414. فابقوا التذو بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل عن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط أو قصور الانتباه وفرط الحركة، هو اضطراب نفسي من نوع تأخر النمو العصبي، وهو يبدأ في مرحلة الطفولة. هذه المشكلة تسبب نموذج من تصرفات تجعل الطفل غير قادر على اتباع الأوامر
أو السيطرة على تصرفاته، أو أنه يجد صعوبة بالغة في الانتباه للضوابط. تلاقون مثلا دائما في المدرسة يقولون ما يلتزم بالصف، ما يقدر يقعد في الصف فترة طويلة مدة الحصة، مو أنه ما يبى، هو فعلا لا ما يقدر. طبعا حول هذه المشكلة اليوم ستحدثنا ضيفتنا الدكتورة حنان دربي، استشاري طب نفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. صباحك ورد دكتورة حنان. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا فيك في صحة وسعادة. يعطيك العافية، يا أهلا وسهلا للجميع، وصباح النور للجميع. وصباحك ورد. دكتورة حنان، نبتدي أول شيء لمحة بسيطة عن مشكلة اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، ونعرج على السريع ان كيف الام تعرف. يعني احنا وايد في العيادات يجون الامهات ما شاء الله ولد يكون شوي شيطان، فتقول هذا عنده فرط نشاط، ويكون طفل طبيعي، فيعني كيف تميز هل هو فرط نشاط ولا هذا ولد طبيعي ما شاء الله حركي شوي؟ طيب، طبعا موضوع فرط الحركه ونشاطه الانتباه هو اضطراب. انا اعتقد انه هو يعني موضوع غير جديد، يعني نوقش قبل كده، واكيد في شريحه كبيره من المجتمع يعني عندها فكره ولو حتى مبسطه عنه. هو طبعا اضطراب يصاحب فرط حركه واندفاع وتشتت في الانتباه. فهذا الاضطراب هو اضطراب عصبي نمائي، ولكن يظهر على شكل سلوك عند الأطفال، يصيب الأطفال في أعمار كثيرة، في أعمار مختلفة، لكن إحنا عادة دائما لما نتجه للتشخيص نطلب إنه يعني بين الأهل إنه يكون عندهم معلومات كافية عن ظهور الأعراض لهذا المرض في بداية نمو الطفل. طبعا هذا المرض له أشياء سلبية كثير طبعا إذا استمر عند الأطفال، لأنه يؤدي طبعا إلى تدهور في النواحي الاجتماعية والمهنية عند كثير من الأطفال. لو جينا نشوف أنواعه الرئيسية، هو يظهر زي ما قلت كفرط حركة، اندفاع وفرط حركة، هذا نوع واحد. النوع الثاني فقط قصور وتشتت في الانتباه مع ملل. والنوع الثالث هو النوعين الأوليين، يعني يكون مشترك ما بين فرط الحركة والاندفاع وتشتت الانتباه. هذا الاضطراب طبعا هو معروف في من الناحية الطبية، وظهر يعني من عام تقريبا 1900، يعني ما هو شيء جديد، لكن زي ما قلنا الطب والأبحاث والعلاجات تطورت في هذا المجال، وحتى يعني هذا الاضطراب تطور تسميته من generation لجنريشن احنا بنقول. فهذا الاضطراب موجود ومنتشر، تقريبا هو يصيب الذكور أكثر من الإناث. طبعا النسبة محددة في الأبحاث من ناحية قديش نسبة الذكور للإناث 4-1، وكذلك يعني نسبة انتشاره موجودة في جميع أنحاء العالم. تقريبا الإحصائيات اللي ظهرت في الأبحاث تحدد أنه ظهوره ينتشر ما بين 2% إلى تقريبا 20% على حسب الأبحاث التي درست. الأعراض اللي إذا كنا نبغى نتكلم عن الأعراض اللي تظهر على الطفل، طبعا على حسب النوعية، على حسب النوع. فمثلا يعني الأهل عادة عندما يعني يقصد الطبيب النفسي أو طبيب الأطفال أو الطبيب العام، تكون الشكوى عادة من ناحية السلوك إذا كان من النوع المركب. طبعا السلوك يظهر على شكل انه الطفل يكون عنده سلوك اندفاعي، صعوبه في انتظام دوره، يقاطع مثلا في الحديث، ازعاج الطلبه الاخرين، يكون عنده مثلا طاقه كبيره بالنسبه للحركه، ما عنده قدره طويله للجلوس في مكانه لفترات طويله. وانا اركز على هذه النقطه، انه ليس كل طفل غير قادر على الجلوس لفترة بسيطة معناته أنه عنده فرط حركة، يعني هي هنا مسألة نسبية. إحنا نقول الأطفال اللي مثلا عندهم عدم قدرة للاستمرار في الجلوس لفترة طويلة مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس السن. عادة إحنا يعني نقارن بالأطفال اللي هم في نفس السن كيف يكون أيضا سلوكهم.
ودائما الطفل يكون عنده تأهب للحركة، يعني ممكن لا ينتظر حتى إنه السؤال أو التعليمات اللي توجه له من المدرس أو الوالد إنها تتم يندفع. صحيح. هذه مسألة السلوك الاندفاعي والسلوك الشرط الحركة. أما بالنسبة للتشتت طبعا هذه عادة المشاكل تظهر في المدرسة عند الأطفال الذين يبدأون دراستهم طبعا في أيضا في الحضانة أو في المدرسة. فيكون عند الطفل عدم قدرة مثلا على التركيز لفترات طويلة، بالذات عند المواد التي تتطلب تركيز وانتباه شديد ويعني قدرة على الإنتاجية. كذلك الطفل مثلا يكون عنده عدم قدرة على الإنصات للتعليمات الموجهة له من المدرس بسبب تشتت الانتباه، بسبب الملل. فالطفل اللي يكون عنده هذه الصعوبات طبعا التأثير يكون كبير على مستوى الأكاديمي، مستوى الدراسي، درجاته. ممكن كمان يكون التأثير على العلاقات الاجتماعية وعلى أداء المهام المدرسية الوظيفية في المدرسة وفي البيت. يعني هذه فقط شيء مبسط من ناحية فرط الحركة وعدم التركيز. ممتاز. دكتورة حنان، أكيد كثير من الأمهات يعني يدور في بالها السؤال إنه شو الأسباب؟ هل هو وراثي؟ هل معنى لو أنا عندي حد في العائلة كان عنده فرط حركة وصغير احتمال ولدي يكون عنده؟ ولا هل عوامل بيئية حوالين الطفل؟ ولا هو شيء عارض ما له علاقة لا بالبيئة ولا بالوراثة؟ ولا في أمهات تربطها بالأكل، إن الأهل يأكل وايد سكر وصغير لما شوية ها يبلغ يبدأ يمشي ويتحرك يكون عنده فرط حركة. فشو الأسباب لو نوضحها للأمهات؟ هذا السؤال جدا ممتاز، لأنه كثيرا يعني ما الأهالي يعني يحاولوا أنه يعرفوا الأسباب التي نتجت من الاضطراب الحركي وعدم التركيز. أنا يعني أذكر الأسباب، هي عوامل معينة، ولكن يجب أن يعني أنه إحنا كمان ندرك أنه هذه الأسباب ممكن تكون أسباب مشتركة، ليس فقط إحنا لا نتكلم عن سبب واحد. فاحتمال يكون مجموعة من الأسباب تجمعت مثلا في طفل معين أو شخص معين نتيجة لنقص في أشياء معينة أو نتيجة لمحيط معين تواجد فيه الطفل. من الأسباب هذه اللي هي أعتقد أنه أقدر أحطها رقم واحد هي العوامل البيولوجية أو الوراثية. لما نتكلم عن اضطراب فرط الحركة وعدم التركيز، كل الأبحاث دلت على أنه هذا الاضطراب تقريبا حوالي 80% من الحالات نتيجة اضطراب بيولوجي سبب مشكلة في أو ضعف في المواصلات العصبية وفي بعض الهرمونات أو المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ. وهذا الاضطراب سببه يعود إلى خلل في الجينات المسؤولة عن هذه المناطق في الدماغ. تمام؟ كيف ينقل هذا المرض وراثيا؟ الدراسات إلى الآن لم تحدد طريقة نقله، يعني طريقة النقل الوراثي ليست معروفة، فقط لوحظ إنه هذا الاضطراب ممكن يظهر من جيل إلى جيل آخر. يعني مثلا ممكن نلاقيه في أكثر من شخص في العيلة أو في الأقارب أو في الأجداد أو في الأجيال اللي ظهرت يعني قبل ذلك. فأحيانا يعني في الحالات الشديدة ممكن يكون الجينات الموروثة تكون ظاهرة واضحة في الأهالي، مثلا يكون الوالد أو الخال أو العم أو الجد. لما نسأل مثلا عن تاريخ المرض للعائلة ممكن الإجابة تكون من الأهل إنه والله يعني مثلا والده لما كان صغير كان برضو عنده فرط حركة وكان عنده مثلا صعوبة في تقبل التعليمات، لم يستطع إكمال تعليمه لأنه كانت درجاته منخفضة وما كان عنده قدرة إنه هو يكمل واجباته.
ممكن يكون كمان في مش في الوالد، ممكن يكون في الوالدة أو في الجدة، ويظهر على شكل السيناريو الآتي، إنه والله مثلا والدته كانت لا تركز كثيرا لما كانت صغيرة، كانت مثلا طريقة تلاقي صعوبة في تنظيم جداولها، تلاقي صعوبة في ترتيب مثلا أدائها المدرسي، تنسى كثيرا. فهذه الأعراض يعني نلاقيها كثير مثلا تؤخذ في التاريخ العائلي الزمني. فهنا تؤكد أنه الاضطراب هذا ظهر في هذه العائلة وممكن يتكرر. من العوامل الأخرى غير العامل البيولوجي والعامل الوراثي، العوامل البيئية هذه طبعا أيضا هي عوامل ممكن تساعد على ظهور الاضطراب، ولكنها ليست سبب مباشر. صحيح. الدراسات لاحظت أنه في مثلا عوامل معينة وكان التركيز فيها على عاملين، أولا عامل التدخين واستخدام المواد الكحولية في خلال فترة الحمل بالنسبة للأمهات، التدخين بأنواعه بالذات في الفترة الأولى من الحمل، وأيضا إذا استمر في خلال الحمل، هذا يرتبط بزيادة عدد فلات فرط الحركة وتشتت الانتباه. بس كمان أبغى أكد أنه هذا يحصل أيضا عند الأطفال اللي يكون عندهم كمان تحت تأثير يعني عامل بيولوجي ووراثي. نعم. والعامل البيئي الثاني هو تعرض الأطفال لكميات من المادة الرصاص، هذه طبعا الأبحاث أظهرتها ولا ما كانت ظاهرة يعني إلا بعد ما تعملت فحوصات ويعني تحاليل لمواد معينة في جسم الأطفال، فلاحظوا أنه بالذات أطفال فرط الحركة وعدم التركيز عندهم كميات، في بعض الأطفال عندهم كميات من مادة الرصاص اللي هي كانت في الماضي أعتقد تستخدم في طلع الألعاب أو مثلا في أي مواد تكون موجودة في البيت، تكون يعني يدخل في تكوينها مادة الرصاص. العوامل الأخيرة اللي هي عامل كمان له علاقة بالطفل نفسه، مثلا الأطفال المواليد الذين يولدون في غير مكتملين النمو اللي هم الخدج، يعني مثلا يولد قبل موعد ولادته، مثلا يولد في خلال 27 أسبوع أو 30 أسبوع، هذول كمان يعني عندهم كمان يعني معرضين للإصابة باضطراب فرط الحركة وقصر الانتباه. أنا أعتقد أنه السبب يعني اللي يحدث في خلال هذه الفترة هو عدم اكتمال الموصلات العصبية اكتمال المواد الكيميائية اللي موجودة في الدماغ. فهذه الأشياء الأساسية اللي ارتبطت بفرط الحركة وعدم التركيز. أما بالنسبة للغذاء فطبعا هناك أبحاث كثير حولنا الغذاء. صحيح. وهل اضطراب فرط الحركة له علاقة بالسكريات كالشوكولاتات والمشروبات الغازية؟ في دراسات أثبتت أنه ما في علاقة، وأنه هذا مجرد له يحصل فقط عند الأطفال اللي زي ما قلنا عندهم استعداد وراثي وبيولوجي. لكن في دراسات أخرى أثبتت أنه في شريحة معينة من الأطفال عندهم استعداد إنه فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد بسبب تناول زائد من نسبة السكريات والنشويات في الأغذية، وكذلك تناول الأغذية اللي يكون فيها مواد حافظة. مثلا في هذا لازم ننتبه لها كمان، يعني في كونزرفات معينة موجودة في بعض المواد الغذائية اللي يتناولها الأطفال تكون برضو فيها مواد حافظة تعمل مشكلة زيادة فرط الحركة. فهذه هي الأشياء المعروفة عادة اللي إحنا يعني إلى الآن العلم والأبحاث يعني نشرتها وأكدت وجودها من ناحية أسباب التي تؤدي لأسباب اضطراب فرط الحركة وعدم التركيز. ممتاز. يعني نفهم من هذا دكتور إحنا يعني يجب تتوفر يتوفر أكثر من عامل، لكن إلى الآن ما في عامل محدد يقول هو السبب الرئيسي لفرط الحركة، يعني مجموعة من العوامل تكون موجودة. ممتاز. أنا هذه هي فعلا الرسالة اللي بدي أوصلها للأهل، يعني ممكن يكون أكثر من عامل موجود.
لكن العامل الأساسي زي ما قلنا 80% دائما يكون وراها عامل بيولوجي، لأنه ممكن يجي الأهل بيقولوا طب ابني مثلا هذا يعني كان ولد قبل موعده لكن ما أصابه مثلا فرط حركة، لكن في ابن ثاني لعائلة ثانية صار له فرط حركة. هنا نقدر نحكم عليها من ناحية العامل البيولوجي والعامل الوراثي، تمام؟ هي ننظر لها كعوامل متكاملة، لكن الاستعداد الوراثي والاستعداد البيولوجي هو أهم شيء. ممتاز دكتور حنان، نتكلم على السريع عن أساليب العلاج لهالمشكلة، وشو مستوى الخدمات المتطورة الموجودة في مستشفى الجليل للعلاج مثل هذه الحالات؟ هذا سؤال جدا وجيه، وطبعا أنا يعني دائما أنظر إلى السؤال هذا كشيء مهم وجزء من التوعية اللي إحنا لازم يعني ننشرها في مجتمعنا. العلاج طبعا يبدأ في البداية بالتوعية، يعني كل ما نشرت نشرات وتوعية وثقافة عن اضطراب فرط الحركة وعدم التركيز وكذلك عن أي أمراض تدخل من ضمن الصحة النفسية، كل ما زاد توعية المجتمع في هذا الموضوع، وكل ما زادت كذلك الوعي الأهل إن هم يعني يطلبوا المساعدة المبكرة والتدخل المبكر، لأن كل ما تأخر المساعدة أو التشخيص المبكر كل ما للأسف الحالة تتعقد وتظهر عليها مضاعفات أكثر من التشخيص الأساسي اللي كان موجود. يعني لو دخلنا مثلا لفرط الحركة، احنا يعني ما نعالج فرط الحركة فقط، احنا نحاول نقي ونمنع ونحمي الطفل هذا انه هو يصيبه المضاعفات التي تحدث مع فرط الحركة اللي هي المضاعفات السلوكية، وهذه طبعا جدا صعب علاجها تدوائيا. عادة يكون علاجها يحتاج إلى جلسات نفسية وجلسات للوالدين بطريقة مستمرة. العلاجات بالنسبة لفرط الحركة وعدم التركيز زي ما قلنا تبدأ بالتوعية، توعية الأهل، القراءة المستمرة عن الاضطراب نفسه وكيفية علاجه وكيفية حدوثه وما هي الخطط الاستراتيجية التي يجب أن نتخذها في البيت وفي المدرسة وفي أي مكان حاصل، يعني يكون في المحيط. العلاج التدخل يكون مركب على حسب الحالة، طبعا إذا كانت الحالة جدا شديدة إحنا طبعا نفضل العلاج اللي هو يكون مركب ما بين علاج دوائي وعلاج اللي هو سلوكي، لكن العلاج السلوكي ليس فقط علاج سلوكي موجه للطفل أو المراهق، يكون علاج سلوكي موجه للعائلة بالتدريب وللمدرسة وللطفل أو المراهق، فهو علاج كذلك شامل شامل. العلاج الدوائي مهم جدا، بالذات أنه أكثر الأبحاث الحديثة الآن أكدت أنه وفي دراسة طبعا اتعملت تكرارا في نورث أمريكا لتجربة يعني اكتشاف ما هو يعني التأثير الأقوى من ناحية الدخولات العلاجية في اضطراب الحركة. وجدوا أنه الأشخاص أو الأطفال أو المراهقين الذين تناولوا العلاج المركب اللي هو العلاج الدوائي مع العلاج السلوكي الشامل هم أكثر تحسنا من الأطفال والمراهقين الذين تناولوا واحد فقط جانب واحد من العلاج، يعني تدخل سلوكي أو مثلا علاج دوائي. فإحنا الآن ننادي أنه الأفضل في الحالات اللي تظهر عليها الاضطراب بقوة شديدة وتؤثر على الطفل أو على المراهق من الناحية المدرسية والأكاديمية والاجتماعية هو العلاج الشامل اللي هو يشمل العلاج الدوائي والعلاج السايكولوجي اللي يشمل علاج طبعا للطفل من ناحية تدريبه على الوعي أكثر بالمشكلة اللي هو فيها، أو علاج المعرفي السلوكي، أو الأطفال اللي هم طبعا ليس عندهم القدرة إلى الاندماج مع العلاج المعرفي السلوكي، علاج سلوكي فقط. لكن الأهم هو تدريب الأهل،
تدريب الأهل مع التعاون والتدريب في المدرسة. تدريب الأهل عن كيفية مثلا التعامل مع الطفل اللي يكون عنده تشتت بانتباه فرط حركة، يكون باستخدام مثلا استراتيجيات معينة في البيت عن طريق مثلا تنظيم أوقات الطفل، استخدام مثلا تعليمات مرئية أكثر من التعليمات اللي هي السمعية، لأنه إذا إحنا نتكلم عن طفل لا أو مراهق ليس عنده القدرة إن هو استيعاب المعلومات الكثيرة ذهنيا أو سماعيا، إذن نتجه إلى التعليمات المرئية. يعني نحاول إنه نعمل له مثلا جدول يكون فيه نشاطاته وروتينه اليومي يكون معمول بطريقة مرئية. كذلك يعني إعطاء التعليمات بطريقة مبسطة، ومحاولة إنه يكون التعامل مع الطفل بطريقة إيجابية أكثر من التواصل بالطريقة السلبية. ممتاز. يعني مثلا من أجي أحطي تعليم للطفل، مثلا يكون الطفل حط يعني قدمه على الكرسي أو على الطاولة، ما أقول له لا تحط رجلك على الطاولة أو قدمك على الطاولة، أنا أستخدم أسلوب أكثر إيجابي، أقول له مثلا ضع رجلك على الأرض. نعم. هنا أديته التعليم واضحة وإيجابية. ممتاز. دكتورة حنان أنا آسفة جدا أنا راح أضطر أقاطعك لأن وصلنا نهاية البرنامج، مع الحديث معك جدا ممتع والمعلومات تعطيني إياها جدا جميلة، وعد إن شاء الله نستضيفك مرة ثانية في صحة وسعادة عشان تتكلمين معنا بإسهاب أكثر عن موضوع علاج فرط الحركة ونقص الانتباه، وموضوع يهم كثير من الأمهات. يعطيك ألف عافية دكتورة حنان. إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك دكتورة حنان دربي، استشاري طب نفسي الأطفال والمراهقين في مستشفى الجليل. صراحة معلومات جدا جدا قيمة أعطتنا إياها، أنا كنت مستمتعة جدا وهي تتكلم، لكن للأسف وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة اليوم. إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الإذاعية، لن ألتقيكم إن شاء الله المرة القادمة، مو في الأسبوع القادم بس ممكن ألتقيكم قبل خلال الأسبوع. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.